نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة ندوة بعنوان الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي، وتم خلال الندوة استعراض جهود أجهزة الدولة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ، فقد نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المختصين وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكوكبة من رجال الفكر والإعلام. قضية التغيرات المناخية النهاردة هي يعني تعتبر من أهم القضايا اللي بيهتم بيها العالم كله، بتتجه أنظار العالم كله النهاردة لجمهورية مصر العربية، الدولة المنظمة للكوب 27 اللي هو مؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية. التغير المناخي ده على أعتاب أي دولة، وممكن يحصل مشاكل في أي وقت، واللي بيحصل النهاردة هذه التوعية أو هذه الندوة بأن احنا نحط إيدينا على كل المحاور التي ممكن أن تساهم في أن احنا نجابه مشكلة التغير المناخي، دي أكيد حاجة مهمة جدا. تناولت الندوة والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تتطرق إلى الأبعاد الأمنية الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي عددا من الموضوعات، والتي تأتي في مقدمتها الجهود الأمنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وجهود مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة. بنتناول الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخ في هذه الندوة ليه؟ لأن الحقيقة إن غالبا ما بيحدث على أرض الواقع إن بيكون رجال الشرطة هم أول من يتصدى للتغيرات المناخية. يعني مثلا لو أخذنا مثال ظواهر السيول اللي هي بتكون ناتجة عن تغير المناخ، ربما نحن بنجد إن أول من بيتعامل معها هي بتكون وزارة الداخلية. الأمن حاضر بكل المعايير في أي تغيرات مناخية وفي أي تأثيرات ستنتج عنها. التغيرات المناخية هتؤثر على حياة البني آدم، سواء في حقوقه الأساسية أو في حقوقه إنه ينعم بأمن على هذه الأرض. إحنا بنتكلم على الأمن الغذائي وأمن في مجال الطاقة والأمن في مجال المياه، يعني هي بقت مسألة أمن، ما هيش مجرد عندنا مشكلة بيئية في مشكلة تغيرات مناخية يبقى نتعامل معها بمعزل عن الإطار العام اللي هو التعامل مع أزمات معنية بالغذاء والمياه والطاقة. الحقيقة أنه يتصدى أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة لظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها الأمنية على المجتمع هامة للغاية، خاصة وأن احنا بنستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف التغير المناخ كوب 27 واللي هينعقد إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ. وقد أثمرت مناقشات الندوة عن عدد من التوصيات في مقدمتها تضافر كافة الجهود الوطنية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخاذ كافة الإجراءات للحد من استهلاك صور الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والاستثمار في الطاقة النظيفة البديلة وإطلاق مبادرات جديدة طموحة تواكب توجهات الدولة في ذات الإطار، والتوسع في تنفيذ خطط وبرامج توعوية إعلامية وتعليمية وثقافية لتعريف كافة فئات المجتمع بتداعيات التغيرات المناخية والانعكاسات المختلفة الناجمة عنها. الدور الكبير اللي بيقوم به مركز البحوث في أكاديمية الشرطة إنه بيناقش الملفات من المتخصصين من خلال دراسات مبنية على منهجية علمية، من خلال بيانات سليمة ودقيقة بمنتهى الشفافية، ده بيساعد في رفع الوعي المجتمعي بشكل كبير. الحقيقة الندوة النهاردة كانت دسمة جدا، بدأت الصبح إن احنا بدأنا نتعرف على أثر التغيرات المناخية وان هي ازاي ممكن تضر بالاقتصاد، ممكن ازاي ايه اسباب التغيرات المناخيه دي عامه. اكيد الندوه دي عرفتني حاجات جديده وعرفتني معلومات اكيد ما كنتش عارفاها قبل كده. طبعا انا بشكر وزاره الداخليه على اقامه مثل هذه الندوات لان هي بتزود الوعي، وانا بشكر كمان الكوادر الكبيره اللي كانت جايه تتكلم النهارده لان هي فتحت نقط في عقلنا احنا كشباب علشان المرحله الجايه. احنا كنا بنسمع تغير مناخ تغير مناخ، بس ما كناش عارفين احنا ايه الكوب 27 وايه الكلام ده كله. ففكره ان هم يسمحوا للشباب بحضور ندوات زي دي او ان هم يعقدوها اصلا، دي حاجه كبيره جدا للشباب وللمرحله الجايه.
إسهامات فاعلة من وزارة الداخلية لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع والتوعية بأهمية قضايا التغيرات المناخية وأبعادها الأمنية، وبلورة رؤية واضحة في هذا الإطار. الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي ندوة تتسم بأهمية كبيرة عقدتها وزارة الداخلية مع قرب انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وتأتي أهميتها بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية قضايا التغير المناخي. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.